أيضا من الأمور التي ينبغي علينا أيضا أن ننظر إليها في تاريخنا هو أولئك العلماء الذين مروا على هذه الأرض، وهي نقطة أريد أيضا نركز عليها كآخر نقطة للمحاضرة. اليوم الغلبة للعلم، اليوم الغلبة للعلم، اليوم لا قوة للسلاح وإنما القوة للعلم، فمن يمتلك المعرفة يمتلك كل شيء. والدليل على ذلك أننا لما أصبنا كما أصيبت الأمم السابقة بكورونا كنا ننتظر أن تمن علينا الدول الغربية بلقاح، وكأننا نعيش في عصر الجاهلية وهم يعيشون في عصر التقدم والتحضر، فظننا ننتظر حتى منوا علينا بلقاحات بعد أن أنهوا أنفسهم وتحصنوا. فلا ألا يكفي هذا درس لنا جميعا أن ننتبه؟ الأمة التي مرت على عمان أمة كانت تتعلم، يعني لا يغركم الفترة السابقة التي مرت على عمان قبيل السبعين، نعم مرت على عمان فترة ابتعاد عن العلم، لكن لما نرجع إلى الوراء نجد أن هناك علماء فطاحل ظهروا في عمان وبزوا أقرانهم، سواء كانوا أولئك الذين عاشوا في عمان أو خارجها، وكان الواحد منهم يدرس في مدارس العلماء فترة وجيزة ويخرج لنا قاضياً عالماً والياً. ونحن اليوم نمر على 12 سنة في الدراسة النظامية، ويكاد كل واحد منا لا يخرج إلا بمهارتين، يعرف يقرأ ويكتب. وطبعاً كل ذلك مرده إلى أشياء كثيرة، لعل من أهمها هي مسألة النية والإخلاص. العلم لا يأتي إلا بالإخلاص. قد تقول لي طيب والغرب هل لديهم إخلاص؟ أقول لك لديهم إخلاص للعلم، ونحن عندما نخلص للعلم فإننا نفوز بجائزتين، جائزة دنيوية أن الله عز وجل يعطينا ما نريد، وجائزة أخروية أن الله عز وجل يعطينا جنته، فنحن أفضل منهم. فيخلص لذات العلم، الله عز وجل يقول لا يضيع عامل، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، وهنا لا تخصيص لا مسلم ولا كافر، فمن يعطي للعلم الله عز وجل يعطيه. فهنا أيضا نقطة مهمة جدا. الأمر الآخر أيضا قراءة. في تقارير عن مسألة القراءة، لكن ما أدري مدى مصداقيتها، لكنها إن كانت صحيحة فإنه يعني يشيب منها شعر الشاب. يعني في إحصائية عدد ما يقرأ العربي مقارنة بما يقرأه الغربي كانت أظن 7 صفحات للعربي يقابله 40 كتاب للغربي. اليوم القراءة ضعيفة جدا معنا، يعني الواحد دائما يسعى همه في المعيشة، وهذا أمر مسلم فيه، كل واحد الآن يسعى، لكن أين نصيب القراءة؟ اليوم على فكرة أنا أرى بالحمد لله بعد بدأت تتحسن القراءة، لأن وسائل التواصل أنت مجبر أن تقرأ، لكن هل فعلا وسائل التواصل تعطي علم؟ لا. اليوم حتى لما يظهر لنا على الشاشات هذه وسائل التواصل نجد أن الكثير من شباننا للأسف الشديد ثقافتهم ضحلة، لدرجة أن الواحد إذا ما يعني فتح له المجال ليتحدث أمام الملأ أو يتحدث في موضوع ما ستجد يعني كلامه لا يتعدى 2 3 كلمات، بل البعض منهم لا يعرف شيء. دعنا عن جانب الدين، يعني للأسف الشديد إذا ما أمسكنا شابا من شبابنا اليوم سألناه عن أعضاء فريق برشلونة ولا ريال مدريد سيسميهم واحدا واحدا، ولكن إن سألته عن صحابي جليل أو 2 يذكر من الصحابة لن يتمكن من ذلك. على أساس أوضح لكم أين الخلل،
الخلل فينا. لا إشكال أن تهتم بما يدور في العالم، لكن لا تنسى أصلك وقيمتك ودينك وعلمك وما تريده من تأسيس شخصيتك لكي تنطلق وأنت متمكن، لا أن تتأثر بكلمتين من هنا وهناك، لأنه لا عقيدة لك. اليوم عالم الملحدين يتزايد بصورة كبيرة. لماذا؟ لأن شبابنا لا عقيدة لهم، العقيدة ضعيفة جدا، بل يكاد الواحد منهم لا يعرف شيء في العقيدة. يقال له كلمة من هنا كلمة كلمتين خلاص، يظن بأنه ما يقال كله صحيح، لأنه في الداخل خواء. الواحد منا يراجع نفسه، كم كتابا قرأ هذه السنة؟ أو بالأحرى كورونا جعلتنا في منازلنا سنتين، ماذا فعلنا فيها؟ سنتين ماذا فعلنا فيها في بيوتنا؟ كل أكل ونوم كان، ماذا فعلنا؟ خلونا نراجع أنفسنا. كم من الناس ألفوا كتب، كم من الناس أنهوا قراءة كتب وفعلوا، فما هو حصيدتك؟ ما الذي حصلته من سنتين؟ لا شيء. فلذلك هنا حقيقة محتاج أن نراجع أنفسنا في مسألة القراءة. دعونا نثقف أنفسنا، نطلع، نعرف حقيقة ما يدور اليوم، ما يدور في العالم وتقرؤونه في وسائل التواصل. لو كان عندنا ثقافة لعرفنا ما يدور وحقيقة ما يدور، لأننا بعض الأحيان نجد منافسات. مثلا على أساس أوضح لكم ما هي قيمة القراءة، عندما نرى منافسات بين الدول الغربية اليوم، مثلا ما بين ما يدور ما بين أوكرانيا وبين روسيا، اليوم أنت ترى، خلينا نقول أنت ترى ما على اللبن، أنت ترى يعني القشرة فقط، أنت لا تعرف الداخل، لكن لما تتتبع الداخل ستعرف حقيقة الأمر، ستعرف أن هناك اتحاد سوفيتي كان، وأن هناك دولا كانت منضمة، وإمارات كثيرة، إمارة صربيا والجبل الأسود وأوكرانيا وتركستان وقزخستان وغيرها من الإمارات التي كانت تحت مسمى الاتحاد السوفيتي، وأن الذي أسقطتها هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك حربا باردة كانت بين الدولتين، وتفاصيل التفاصيل. وما يطفح عن الساحة اليوم كما يقال هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير. فعندما تكون متمكنا من قراءة ما كان يدور سابقا ستكون قادرا على التحليل، لكن أن ترى اليوم ما يدور هكذا لن تستطيع أن تعرف حقيقة الأمر. فهذا فقط يعني شيء بسيط مما يدور ومما ينبغي عليك معرفته. كذلك أيضا يعني أذكر هنا مقولة لجولدا مائير. جولدا مائير رئيسة، إن كان يصح نسميها، إسرائيل في ستينيات القرن الماضي. جولدا مائير أحد مستشاريها أخرج خطة، أو الخطة التي تسعى إسرائيل لتنفيذها. فغضبت جولدا مائير غضب شديد، فقالت إن العرب المسلمين سيكشفون. وانتظرت هل سيحدث شيء؟ لم يحدث أي شيء، ولذلك قالت مقولتها إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا فإنهم سريعا ما ينسون. وهي التي قالت أيضا بعد أن حرق المسجد الحرام في ستينيات القرن الماضي ولم يخرج ولا حاكم مسلم يحتج على ذلك، قالت مات المسلمون. ففعلا نحن بحاجة ماسة، ويعني عالمنا اليوم، نحن عندما ننظر إلى عمان نجد أن هناك مؤلفات ضخمة خرجت، قاموس الشريعة 91 جزء، بيان الشرع 72 جزء، الضياء تقريبا 28 جزء، الكفاية فوق 20 جزء وإن كان فقدناه، كتب ضخمة جدا ألفت. أنتم أحفادهم، فلماذا لا نسير على خطاهم؟ ما الذي جعلهم يتقنون في فنونهم وجعلنا هذا حالنا؟ اقرأوا أيضا عن العلماء الذين العمانيين في بلاد الشام، ابن دريد المبرد
الخليل، علماء أفذاذ. ونحن اليوم أصبحنا عالة على الأمم، بعد أن كنا نحن من يمول الأمم بالعلم. فحقيقة يعني هناك هواجس يعني وأشياء كثيرة في القلب أنا أذكر فيها نفسي، طبعا لا يعني ذلك بأنني أنا أقرأ، لا، ولكني أذكر نفسي من أجل أن نتشارك في هذا الهم، من أجل أن يعني يعين بعضنا البعض، من أجل أن نفهم ما يدور حولنا، من أجل أن نفهم حياتنا. لأنك كلما قرأت كتاب كما يقال كأنك زدت حياة إلى حياتك، لأن العالم عندما يؤلف كتابا فإنه يضع فيه حصيلة ما وجده وما خبره في هذه الحياة، فكأنك تضيف تلك الخبرة إلى خبرتك لكي لا تقع فيما يقع فيه من سبقك، وبالتالي ستمشي خطوات إلى الأمام.